إيماناً منها بواجب العناية بأبنائها المهجرين العراقيين في الأردن، تقوم الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان بزيارة للأردن من خلال وفد فاتيكاني رفيع المستوى يقوم بجولات ميدانية على الكنائس التي تخدم مهجري العراق في الأردن ضمن سلسلة مشاريع خيرية أشرفت الكاريتاس الأردنية عليها بتمويل هذا الوفد. وقد ضم الوفد الفاتيكاني أمين عام مجلس الأساقف الكاثوليك في إيطاليا المطران نونسيو غالنتينو وعدداً من رهبان أسيزي الفرنسيسكان، رافقهم السفير البابوي في الأردن والعراق المطران ألبرتو مارتن والمستشار بسفارة الفاتيكان بعمان المونسنيور روبرتو كونا ومدير جمعية الكاريتاس في الأردن السيد وائل سليمان وعدد من الكهنة والرهبان برفقة نورسات الأردن. وقد زار الوفد كنيسة السيدة العذراء للاتين في منطقة ماركا حيث كان في الاستقبال قدس الأب خليل جعار كاهن الرعية وألقى كلمة ترحيبية بالضيوف الكرام، وبعد ذلك توجه الوفد إلى صفوف الطلبة العراقيين الذين قدموا فقرات غنائية ترحيبية. وفي قاعة الكنيسة تم عرض فيلم وثائقي لكافة فعاليات ونشاطات الكنيسة مع الإخوة المهجرين. وفي زيارة إلى كلية ترسانتا التي ضمت ضمن أروقتها مشروع الرافدين لمنفعة الإخوة المهجرين، كان لقاء الأمين العام المطران غالنتينو مع الأب رشيد مستريح مدير كلية ترسانتا في الأردن والأب ماريو المشرف على مركز الرافدين وموظفي المشروع الذي احتوى على مشغل للخياطة، وقدموا العاملين فيه بدلة قداس لسيادة الضيف الكبير من صنع أيديهم. وفي نهاية الزيارة ذكر المطران بأنه سوف يحمل الجميع في صلاته كما طلب أن يصلوا لأجله. ثم انتقل الوفد إلى منطقة الأشرفية حيث مركز الروم الكاثوليكي الخيري بدعم من جمعية كاريتاس الأردنية، واستقبلهم الأب نبيل حداد والأب خالد شعبان كاهن الرعية، وبعد الترحيب بالوفد والمرافقين طلعوا على سير العمل هناك. كما وزار الوفد الفاتيكاني كنيسة السريان الكاثوليك بمنطقة الأشرفية، وكان في الاستقبال المطران ماريو حنا بطرس موتشي مطران السريان الكاثوليك في الموصل والأب زهير كيكي وأبناء الرعية السريانية، واطلع الوفد على أحوال المهجرين واحتياجاتهم واستمع إلى مطالبهم، وأجابهم سيادة المطران غالنتينو قائلا: في حياتنا العائلية يحاول دائما الأب والأم حل صعوبات العائلة، إلا أنهم لا يستطيعوا دائما عمل الكثير وحل كل هذه الصعوبات. وختم بالقول: نتمنى لو لم تحدث هذه المأساة، سنعمل كل ما بوسعنا لأجلكم. وفي كنيسة القديس يوحنا دي لاسال في جبل الحسين كان في استقبال الوفد الفاتيكاني غبطة بطريرك الكلدان مار لويس رفائيل ساكو وسيادة المطران مار باسيليو سيلدو المعاون البطريركي والأب زيد حبابة راعي كنيسة الكلدان في الأردن ولفيف من الكهنة والراهبات والمؤمنين. غبطة البطريرك ساكو رحب بضيوف الفاتيكان وأكد أهمية هذه الزيارات للاطلاع على أحوال الكنيسة الكاثوليكية والإخوة المهجرين والنظر في احتياجاتهم. قد يكون الناس تفكر أنه ماكو مستقبل بالعراق وبالشرق الأوسط، أكد لكم ماكو مستقبل، لأنه هالبلدان أيضا اللي تروحون إليها كان عندها مشاكل، كان أكو حروب وكان أكو نزاعات وكان كتير مشاكل يعني، بس قدرت أنه تبني مستقبل آمن ومستقبل مستقر. هذا المستقبل أيضاً إلنا راح يجي يعني، بس هذا المستقبل ما هو شيء سحري آلي من فوق ينزل ويحصل، هذا المستقبل بإيدنا نعمله نحن.
نعمل مع بعضنا، نعمل مع مواطنينا، نعمل أيضا مع العالم الآخر. الخير له مستقبل، الخير بطيء بطيء ومتعب بس يبقى الخير. أما سيادة أمين عام مجلس أساقفة إيطاليا المطران جالنتينو فقد وجه كلمة رجاء وأمل للإخوة المهجرين، حيث قال: إن صعوباتكم لن تستمر طويلا وأنا معكم باسم كافة أساقفة إيطاليا لأقول لكم نحن نقدم لكم اليوم شيئا بسيطا مقارنة مع ما قدمتموه أنتم من تضحيات، سوف نبقى نصلي لكم ولكافة أبناء الكنيسة. كما عبر سعادة السفير البابوي عن سعادته وقدم كلمة شكر فيها صاحب الغبطة البطريرك ساكو، كما شكر أساقفة إيطاليا على دعمهم للطلبة العراقيين، وكذلك شكر وفد الأباء الفرنسيسكان من دير السيزي، وختم بشكره للأب زيد حبابة راعي كنيسة الكلدان، وقال: كان لي لقاء قبل أيام مع قداسة البابا حيث أطلعته على مستجدات أحوال المهجرين العراقيين، وكان يقول البابا دائما إن مسيحي العراق هم قديسون. وقد شارك الوفد الفاتيكاني والسفير البابوي والبطريرك ساكو وزير الثقافة نبيه شقم ووزير الأوقاف الدكتور وائل عربيات وسيادة المطران إلي حداد المدبر الأبرش على الروم الملكيين كاثوليك بالأردن والأب نبيل حداد وكافة الأباء والرهبان والراهبات والرسميون بافتتاح مركز البابا فرانسيس للثقافة والحوار في كنيسة الروم الكاثوليك في جبل الويبدة، والذي تم تمويله بدعم من رهبان الفرنسيسكان وبإشراف وتنفيذ جمعية كاريتاس الأردن. وأحيت جوقة ينبوع المحبة الاحتفال بالتراتيل البيزنطية بمشاركة كشافة الروم الكاثوليك. وفي بداية الاحتفال رحب الأب نبيل حداد كاهن الرعية وشكر الرهبان الفرنسيسكان في دير السيزي وأرسل رسالة حب لقداسة البابا مفادها التواصل مع القريب والجار والوفاء للأرض والوطن ونشر ثقافة احترام كرامة الإنسان. لتقدم هذه المؤسسة رسالة حب ورجاء في زمن الكراهية والتطرف واليأس، وليكون هذا المركز بوابة للحوار وشهادة للمحبة وثقافة الرحمة ولبناء شراكات في خدمة الإنسان، كل إنسان والمجتمع، خدمة تطلبها منا السماء وتزينها فضائل الإيمان وقيم تعلمناها في وطن القداسة في الأردن. وفي ختام جولات الوفد على المراكز الكاثوليكية في الأردن زار مركز سيدة السلام لذوي الاحتياجات الخاصة التابع لمطرانية اللاتين في الأردن، والتقى مع مهجري العراق واطلع على كافة المشاريع المقامة هناك لمنفعتهم من حديقة الرحمة إلى مشروع النجارة. وحضر الوفد الحفل الترفيهي الذي أقيم للأطفال العراقيين الذي تلاه القداس الإلهي. إن هذه الزيارات من الكنيسة الكاثوليكية إنما تؤكد على حرص وعناية قداسة الحبر الأعظم بكل منكوب تهجر أو إنسان تقطعت به سبل العيش الكريم في وطنه، لتبقى الكنيسة أم الجميع.